السلام عليكم. قبل ما نبداو الحلقه اغلبيه كلشي بزاف كيصيفطوا لي اخويا تعطلتي علينا، بغينا نشوفوا المحميه رقم واحد، بغينا نشوفوا فين وصلتي فيها. الوعد مني ليكم الا جاب الله هذه الحلقه هذه بالضبط شفتها تفرقعات بلي كومونتير وبلي جيم والبارطاج، يعني شفتها وصلت اكبر عدد ممكن، يعني تكون هي اكبر حلقه ضربت في القناه عندي، يعني كاع الحلقات اللي عندي ضاربين هذه بغيتها توصل اكبر عدد على هذوك اللي فاتوا. والله القسم الاخوان اول ما تفرقع بلي كومونتير وبلي جيم مورا هذيك الساعه وعد مني لكم الله يعملوا العشيه نحط لكم مراحل انشاء المحميه رقم واحد من الاول ديالها حتى لافان ديالها وفين وصلنا دابا، ونبقى نبارطاجي معكم اليوميه هادشي اللي كندير فيها يوميا وفين وصلت وشنو هما التغييرات اللي كانوا. وعد الى ضربت هذه الحلقه بلي كومونتير وبلي جيم واكبر عدد نتاع المشاهدات والله القسم الاخوان تنحط لكم المورا هذيك الساعه نبدا نحط لكم المراحل نتاع المحميه رقم واحد اللي غتكون ان شاء الله شي حاجه في المستوى ان شاء الله. نتمنى تحياتي، يلاه تبعوا معايا دابا حلقه اليوم وراه الى ضربت هذه الحلقه والله تنحط لكم المراحل مصورين عندي وكاينين ونبدا نحطهم من دابا قبل من الافتتاح. الأرض ميدان نسير فيه لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير فيه لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد. السلام عليكم الإخوان، كيف راكم؟ كل شيء مزيان؟ يلا بيت ندير لكم حلقة نتاع الدياموند، ولكن للأسف صراحة والله الإخوان إذا طلع لي الدم اليوم بزاف، وصلتني واحد الخبار طلعت لي الدم بزاف. الخبار هي كانت عندي واحد نتوى ديال الفيشر الإخوان، من أعز نتوي، ماشي من أعز نتوي، هي أحسن نتوى عندي في هذاك الشيء الفيشر كامل اللي كاين، أحسن نتوى مفضلة بالنسبة لي أنا وعزيزة عليا بزاف وكبرات معايا من الطفولة، يعني شريتها صغيورة فاش كانت الحيمة شريتها بثمن غالي، ماشي بمية درهم ولا 150 ولا 200، داك الفيشر الغالي يعني واحد الطفرة روعة، وهي أحسن طفرة عندي تما وحدة كانت مزوجة مع الكحل. ديما كنشكرها لكم في الحلقة تنقولها في الحلقة تنقول لكم راه هي مرت هذاك الكحل، كانت كتعطيني وليدات غزالين روعة في الطفرة ديالهم، كانت مزوجة مع ذكر الكحل ما عليناش. دابا انا فاش جمعت الفيشرات الاخوان انا عارف راسي راه غلط، وديما كنأكد عليكم في الحلقة تنقول لكم الفيشرات الا كبروا في جماعات راه ما يمكنش يتجمعوا لك في قفص، خصوصا الا كانوا الذكورة واخا حتى نتاوي كيتعاركوا، المهم الا تجمعوا الفيشرات اللي تيكونوا كابرين في مسرح كبير الا جمعتيهم في قفصة نتاع المتر ولا شي حاجة المقاتلة، يعني واحد غيقتل الاخر، هادي حاجه طبيعيه كتوقع لهم هكاك. علاش انا شعل العافيه دابا وتنتقاتلوا كنجري باش يوجدوا البيوت فين خصني نمشي نطلق الفيشر ونطلق دياموند جولد والتيور الاخرين اللي كاينين هكاك، علاش كنتقاتل الاخوان وتنحاول نوفر الوقت وليل ونهار تنجري باش دغيا يوجد لهم باش ما يبقاوش يتقاتلوا. راه اغلبيه الحلقات ما تنوريهمش لكم، راه كل مره كنلقى بياسه جوج ثلاثه ميتين، خصوصا الفيشر، لان الفيشر واحد كيقتل الاخر، ما كنصبرهمش لكم الاخوان، يعني كان تيطلع لي الدم كنشدهم تندفنهم صافي ويخلف الله. ولكن هذه صراحه فاش سقت لها الخبر ضرتني في خاطري الاخوان بزاف والله القسم الى جندام حيت عزيزه عليا هذه الفيشرات نتوا بالضبط والله القسم الى يا احسن نتوا عندي في هذاك الفيشرات كاملين، وربي تبارك كانت عندي في الدار الاولانيه اللي كنت فيها اللي كنت كنصور لكم اول حلقه الافتتاح في الدار الاولى كانت معايا ديك الفيشره ربيتها فريخه وكبرتها ودريسيتها عاد طلقتها مع الجماعات، وجات معايا للدار الثانيه فين كانت المحميه الاولانيه حتى هي الدار الثانيه وكبرات وجبت لها ذكر كحل وتزوجت معاه وعطاتني وليدات الاولين وعطاتني الوليدات الثانيين وكتعطي تبارك الله اربعه خمسه ما شاء الله وكلهم طفره روعه. للاسف دابا سقت الخبر نتاع راه ديك نتوا مات الله يخلفها، واخا بقات فيا عتيك واتني حيت ما بغيتهاش تمشي صراحه عزيزه عليا، وعزلتها
دابا الفيشرات حيت عندي كثر اللهم بارك قسمتهم على شي خمسه القفوصان تاع السيباري تاع 60 سنتيم فرقتهم ومع ذلك المعركه يعني راه ماشي زعما جمعتهم في قفص واحد ووزعتهم ما بين 15 بياسه ولا 13 بياسه في كل قفص ومع ذلك ولاد الحرام تيتعاركوا ومشاو قتلوا لي اعز وحده بسخط الوالدين. ما عليناش ما نطولش عليكم الاخوان حلقه اليوم كالعاده غادي كنجري المحميه وخاصه قطع الاخبار هذه ما زويناش للاسف الله يخلفها والله يجيب ما احسن منها في الطفره ان شاء الله بحول الله. دابا انا غادي داي معايا التريات اللي بيتركبوا ان شاء الله في المنزل اللي غادي نستقر فيه غادي جبت التريات لان كاين تريسيان تما تركب البالي دابا وتركب كل شيء وكذلك جبت معايا واحد المفاجاه راه هي ما عرفتش كتبان لكم ولا لا هي نطلع عليكم هنا هذه نديالاش البيت نتاع الدياموند اللي صايبت لكم هذه تحيه للناس اللي قالوا لكم اللي كانوا كيقولوا عزيز عليك البني العشوائي غادي تشوفوا ان شاء الله الامور على حقها وطريقه على قبل روبيني واحد غتشوفوا شنو غادي يوقع ليه هذا يا روبيني خليه الا شفتي كلشي ان شاء الله. دابا واحد الروبيني يا اخوان البيت نتاع الدياموند اللي صايبته فاش درنا المسرح كاين واحد الروبيني خارج تما في ذاك الحيط درته باش نعود نخدم فيه الا بينا نركب التيو ولا شي حاجه نعود نخدم به تما باش نقرب ليا الروبينيات ولكن ذاك الروبيني غادي يدير ليا مشكل مستقبلا هو ذاك البليصه غيبقى كيسيل ذاك الماء غيبقى ديما كيعمر ليا ذاك الحيط نتاع بيت الدياموند غيبقى الصباغه ديما كتخسر تما هكاك علاش فكرت اللهم منها المنظر ومنها نستافد انا من الروبيني نعود ندير التيو نعود نخدم به تما يكون قريب ليا جبت ليه خصه رائعه راه هي كاينه معايا غادي نديها دابا للبنايه باش يسقوها في هذاك الروبيني باش نفينيو بيت الدياموند حيت راه تصباغ يعني دابا راه الباخ اللي تصباغ وكلشي تصباغ دابا البيت بيكون دابا تينشف بيت نركبو ليه الخصه ونبوكسوه ويجي ليه الدياموند هو الاولاني بين ما نوجد الفيشر والكالوبسات والانواع الاخرى دغيا حتى هما الفوليرات. تحياتي الاخوان اول ما نوصل غنوريكم الخصه ونوريكم بيت البلاصه اللي قلت لكم فين كاين ذاك الروبيني خارج غيخسر ليا الحيط غادي نديرو بلاصتو هاد الخصه هادي وغتكون ناجحه ان شاء الله. وهذا الشيء قلت لكم انا راه يا الروبيني شوفوا شنو تخسر عليه الطريق والالي والريتور والجرا والخصه والبنايه والجلايجي وهادي هذا يا الروبيني بلاتي تشوفوا ان شاء الله المحميه كامله. تحياتي لكم الله يعاونكم الاخوان. انا وصلت الاخوان هما البالي هما التريات وهنا بدرك بالخصة انا غنوريها لكم الاخوان. ها هي الروبيني هو بيتحيد هذا الدرع هذا وغادي الدرع Thank you.
العسكريه ديالنا. انا في طريق العوده الى مراكش عاوتاني باش نعاود نجيب جديد اخر ان شاء الله للمحميه. تحياتي، نتسنى اذا الحلقه كي قلت لكم تفرقعات بلي كومونتير ولي جيم، راه غنحط لكم المراحل من البدايه ونبقى معكم يوميا نبارطاجي معكم الجديد اللي غادي يكون في المحميه رقم 1.